فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرائض عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. تحيا مصر يا أولاد. اهلا اهلا واحنا بنعيش اجواء افتتاحيه لحاجات حلوه عندنا في مصر. جدا الله اكبر ان شاء الله دايما كده. اخبارك ايه؟ حلو حلو كله تمام. حلو الذهب اللي انت مسيره بيه نفسك النهارده وتعابين جلادس جاب التعابين ذهب يا اولاد مع سياح بقى وابتدت تروح بقى بقول لك ايه الله اكبر احنا بقى لنا قد ايه؟ خمسي وبخاري حاضر كده حاطه فوق عينيها ازرق ايوه عشان الايه دخلت قالت للولد بتاع الميك اب زرق لي فوق عينيا عشان الحسد يا محسوده لا لا ما بتحسدش يا محسوده ما تقوليش كده بقى لحسن السياح يجوا ما يجوش اسكتي بقى لا خلينا كده ما تيجي نتكلم في الحلقه بس شكلك روحتي عند بتوع الصاغه في الاقصر ظبطوا الدنيا والله ده من قبل كده انت بقى اول مره تشوفها كل هادي ايه قبل كده ده مش ذهب على فكره عادي فوبيجو وي انت بتلبسي فوبيجو عادي شاطره انا كمان عادي يعني طب شفتي دول بس دول مش فوبيجو دول فضه حره مصري حلوين قوي طب ما تقول هاجر نبيل اوكي اللي عاملهم عليهم حاجات لذيذه قوي لطاف قوي ايه بقى التقويم النتيجه يعني ماشي المصريين القدماء هم اخيرا اسال سؤال من قبل كده هو احنا ليه السنه 365 يوم وليه متقسمه ل 12 شهر وليه متقسمه لاربع فصول وليه كل شهر اربع اسابيع ممكن يكونوا خمس اسابيع بس هو ما كانش عندهم ده ازاي بقى هم اللي حطوا الاساس بتاع النتيجه كان عندهم ثلاث فصول مش اربعه ايوه بس يعني الاساس نفسه بتاع التقويم الأساس. طب ما تقولي كده الله ايوه مش لازم نفكر شويه ها بعد هي قالت لي النهارده انت تقعد اخلص خالص ما تتكلمش في ارقام كتير انت انت بتخلص خالص يا شريف ما تتكلمش مش عايزك تفتح بقك عشان عندي حاجات ما تتلخبطنيش طيب فهي جايه متلخبطه خلقه لا هنبتدي ماشي المصريين القدماء السنه بتاعتهم كانت بتبتدي امتى؟ مع فيضان النيل 21 مارس 19 ايه يا شريق مش انا قلت لك استنى عليا 19/7 والله ده كان تقريبا اليوم بتاع الفيضان امال 21 مارس ده كان ايه؟ ده عيد عيد الام اوكي او عيد الاعتدال الربيعي ايوه كده ايوه شفت بقى؟ اوكي طيب نرجع تاني لل 19/7 ده كان تقريبا الميعاد اللي النيل بيفيض فيه عبال ما بيوصل لمصر بدأوا هما كانوا مهتمين جدا بالفلك فبدأوا يلاحظوا ان في كوكب او نجم بيسطع جامد جدا مع بداية الفيضان اسمه ايه الشعر اليماني او سايروس بيسطع لمدة 10 ايام بعد العشر ايام دي في تكوين نجمي تاني بيسطع لمدة 10 ايام لغاية لما بيجي السنة اللي بعديها بيبقى في كام مجموعة نجمية بتسطع كل واحدة لمدة 10 ايام 36 نجم في 10 ايام لكل واحد يبقى كده 360 يوم فاضل كام يوم في السنة؟ ستة خمسة سوري دي السنة الكبيسة ماشي خمس ايام كانوا بيسموها سموها باسامي الالهه ايزيس واوزوريس وست ونفتيس وحورس انا بحب نفتيس قوي لطيفه خلاص فادي عملنا 365 يوم السنه كانت متقسمه لثلاث شهور
السنة كلها ثلاث شهور؟ ثلاث فصول. ركزي بقى. ثلاث فصول. فصل الفيضان وفصل للري وفصل الحصاد. يبقى كل فصل كام شهر؟ أربعة. أربعة في ثلاثة ب12. صح. كل شهر كان متقسم لثلاث أسابيع. فين الرابع بقى؟ لا، ما هو هنا الأسبوع كام يوم؟ 10 أيام. 10 أيام. يبقى عشان كده كنت بسألك، هو إيه اللي خلى الأسبوع 7 أيام؟ مين؟ يعني مش عارفة مين بعد كده، قصدي مين اللي عمل القاعدة إن يبقى فيه اليونتس دي، الوحدات دي؟ الحمد لله إن الأسبوع 7 أيام. لا، ما كانش 10. أسبوع 10 أيام كنا هنحسب الأجهزة إمتى؟ كل ويك إند كل 10 أيام صعب. فادي 30 يوم في الشهر. طيب، بس احنا دلوقتي عندنا في يوم ناقص كل 4 سنين. كل 4 سنين في يوم زياده، اللي هو 29 الليله الكبيسه، فبراير. هم ما قدروش يعرفوا المشكله دي. فلو احنا عدينا مثلا 1000 سنه، هتلاقي عندك فرق 250 يوم لو كل 4 سنين انت مش بتعده. مين اللي اكتشف المشكله دي؟ اليونان. اليونانيين. ايه بقى المشكله اللي كانوا في الحسابات بتاعه المصريين القدماء؟ ان هم ما كانوش بيحسبوا بالساعه، كانوا بيحسبوا باليوم. فانت عندك شمس وغروب شمس، يوم بحاله، ما لهمش دعوه بالساعه. فالنجم الشهر اليماني بيختفي، اللي هو سايروس، بيختفي اخر 70 يوم والربع يوم من نهايه السنه بتاعتهم. ويبتدي يظهر من اول وجديد. فده معناه ان في ربع يوم ما بتحسبش، فكل 4 سنين بيكون لك يوم زياده. سبحان الله. تمام. طيب، ده اليونانيين بقى اللي اكتشفوا، هم اللي اكتشفوا موضوع الربع يوم الزياده ده في كل سنه عشان يعمل 29 فبراير. طيب، هل احنا عرفنا الكلام ده من امتى؟ بيقال ان امحطب، امحطب هو المهندس بتاع الهرم المدرج. ده في الاول خالص، يعني الاسره الثالثه، 2700 قبل الميلاد، هو اللي اسس للنتيجه او التقويم. انت متخيل؟ من 2300 قبل الميلاد واحنا المصريين القدامى كان عندهم تقويم. اوكي. طيب، كل المعابد فيها تقويم علشان زي النتيجه بتاعه المعبد، زي احنا ما بنشتري نتيجة السنة تقول لك ايه مثلا الاعياد امتى. ده برضو موجود في كل معبد، حتى احنا اتكلمنا شوية عنه في معبد كومومبو المرة اللي فاتت. طيب، وايه القرابين اللي بتقدم والاعياد والمناسبات والحاجات دي كلها. هل هم كان عندهم دراية بالفلك؟ ايوة طبعا. الله، بشكل مرعب. ايوة، بنوا الاهرام بالفلك الاتناء طبعا عشان يحددوا المكان. ومش بس الهرم، المعابد كلها كان لازم يبقى في اتجاه معين مع الشعر اليماني. زائد عندك مداخل كل اهرامات مصر بتشير الى البولر ستار، او هو القطب الشمالي. تمام، صريح. يعني انت بالبوصله اللي على الموبايل دي بيدي لك زيرو شمال. يا الله، ما فيش درجة غلطة. ازاي كده يا جماعة؟ مش عارفة ازاي كده. هم كانوا يعرفوا، عقتونا يا مصريين يا قدماء، عقتونا. هم عارفين ال 12 برج. يعني احنا عرفنا ازاي الاسد والحوت والعقرب. هم بس كانوا بيسموها حاجات تانية يتهيألي، بس نفس السيمبلز، يعني نفس الرموز بتاعتهم. يعني انا في احد الصور انا جايباها كل ال 12 برج عرفوا. في الغالب كانوا عارفين درب التبانه، الميلكي واي، دي برضو احد الاقاويل. عارفين الاوراين، الاوراين اللي احنا بنقول ان ده برضو مجموعه من النجوم والكواكب اسمها اوراين، او الجبار بالعربي. احنا عندنا الثلاث اهرامات، مش بيقول لك ان هم بيوازوا ثلاث نجوم في السماء؟ هو ده الاوراين. هم بقى الثلاثه دول كانوا الاسبوع ده على الاهرامات. اوكي. وبيحصل الظاهره دي كل مش عارفه 1000 وكام سنه. انا يعني انا متابعه عامه الفلك، بس انا كنت تقريبا كنت في حته تانية، مش يعني مش عارفه الكلام. بس احنا السنه دي في عندنا حاجات كتير قوي في الفلك. فهم كانوا عارفين كل الحاجات دي. اوكي. طب تيجي نشوف اول صوره. يلا، اول صوره يا اولاد لو سمحتوا، اتفضلوا.
دي انا جايبه صوره الارقام، شايف العصايه ده رقم واحد، هتعمل تلات عصيان هيبقوا تلاتة لغاية رقم تسعة. عشرة اللي هي زي حدوة الحصان، بعد كده الرمز اللي بعديه هيبقى عشرين. بعد كده عندك مثلا الضفدع 100,000، الراجل اللي قاعد ده مليون. هم كانوا يعرفوا الملايين؟ فانت دلوقتي مثلا عايز تكتب مثلا 200,000، هتعمل اتنين ضفدع، يبقى 200,000. فاهم ازاي؟ نفسي في اتنين ضفدع كلنا الحقيقه. طيب هنا ده النتيجه بتاعت معبد كومومبو. هنلاقي اول كولوم اللي هو اول عمود على اليمين، شايف انت برضو الواحد اللي هو العصايه، وحد زي شبه حدوه الحصان ده رقم 10. اوكي اللي الصورة اللي بعديها دي برضو من معبد الكرنك، شايف زي نتيجة بالظبط وفيها الأرقام سواء واحد أو عشرة. حاجة فظيعة. دي إيه بقى؟ دي بقى ده سقف معبد دندرة. دي الأبراج أو الزودياك بتاع دندرة. بص بقى شريف، شايف أربع ستات في الأربع تركان. أدي أربعة، الأربع تركان بتوع الأرض، شمال جنوب شرق غرب. بعد كده عندك في بين كل واحدة والتانية في اتنين حورس اللي هو الصقر. اتنين واتنين اربعة واتنين ستة واتنين تمانية. تمانية واربع ستات اتناشر. صح. اللي هم اتناشر شهر. جوه الدايرة بقى في الازرق هتلاقي الاتناشر برج. فظيع. كلهم موجودين. ومن هنا عرفنا ان الابراج. ده سقف مقبرة رمسيس السادس. رهيبة. انت شايف اللي هو معمول بالاصفر. ايه ده؟ هم قصاد بقى دي الالهة نوت، الهة السماء. شايف ده دي الهة السماء، لان نوت هي اللي كان بتحتضن كل الكواكب دي. طيب الصورة اللي بعديها دي من سقف معبد دندرة. ده بداية السقف. هم مثلوا معبد دندرة ال 365 يوم على شكل ايه بقى؟ 18 مركب الناحية دي و 18 مركب الناحية التانية. كل مركب 10 ايام، يبقى 180 و 180، 360 يوم. ادي نوت الهة السماء، وادي شايف المراكب. فظيعة. بالظبط كده. وهنلاقي الصورة اللي بعديها نهاية المنظر، لان هو بطول السقف فما ينفعش ان احنا يعني اجيبها صوره كامله. حلو قوي صراحه. الناس دول كانوا معديين بصراحه، ما بيهزروش. شرفتيني ونورتيني. ميرسي يا جلادس. اشكرك. نشوفك قريب ان شاء الله. بشكر جلادس حداد النهارده، شرحت لنا التقويم عند اجدادنا المصريين القدماء بالتفاصيل. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع اميره شريف خبيره التجميل. هنتكلم النهارده عن الشعر والعنايه بالشعر. خليكم معانا لو سمحتوا.